السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الغاليات، نتمنى يا ربي أموركم كلها تكون بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله رجعت لكم بوصفة جديدة اللي طلبتوها مني بزاف بزاف بزاف، خاصة هاد الجبن هذا كنت شاركته معكم في فطور ديال واحد الروتين، وبزاف الأخوات سألوني على الطريقة ديالو. اليوم إن شاء الله تلبية للطلب ديالكم، جبت لكم طريقتي البسيطة الناجحة والمضمونة لتحضير جبن بلدي منزلي ساهل ماهل وناجح. وندوز دابا إن شاء الله نتعرفوا على المكونات. دابا ان شاء الله بالنسبه للمقادير والمكونات اللي غادي نحتاجو لتحضير الجبن البلدي، جبن ديال الدار، فهي صراحه مقادير يعني بسيطه. المكون الاول اللي عندي هنايا هو الحليب، عندي هنايا تقريبا مقدار ديال لتر كامل من الحليب، حليب بارد. يمكن لكم تستعملوا اي نوعيه ديال الحليب، سواء حليب عادي او كامل الدسم. غادي نحتاجو معاه هنايا كذلك واحد المقدار ديال ربع لتر من اللبن. اللبن يعني يمكن لكم تستعملوا اللبن ديال العلب بحالي انايا، لانه هنا صراحه ما كيتوفرش عندنا ديال العبار، ولا كانت العبار اكيد كيبقى احسن. بالنسبه للحليب واللبن، يمكن لكم نتوما كاين اللي كيعملوا غير بالحليب، كاين اللي كيعملوا غير باللبن. انا صراحه كيعجبني نعملهم مزيج ما بين الحليب واللبن. هنايا كذلك غادي نحتاجوا واحد المقدار ديال الكاس ديال الياغورت، ياغورت اللي كيكون طبيعي بدون سكر. انا هذا هو النوعيه اللي كنستعمل، كما شفتوا بلين ياغورت، يعني ما كيكون فيه لا منكهات ولا سكر ولا اي اضافات. وغادي نحتاجوا هنايا واحد المقدار ديال ملعقه صغيره من الخل، يمكن لكم تستعملوا سواء الخل الابيض او الاصفر، يمكن لكم تعوضوه بعصير ديال حامضة، يعني مقدار ديال ملعقه صغيره من عصير الحامض او الخل، وملعقه صغيره من الملح، ودائما الملح كيبقى حسب الذوق. غادي نحتاجو هنا واحد المصفات كما كتشوفوا اللي كيكونوا الرؤوس ديالها رقيقه باش غادي نصفيوها. ولا كان عندكم هذاك الزيف حياتي اللي كيكون رقيق، يمكن لكم حتى هو تستعملوه، يعني كيكون احسن. وفي الاخير غادي نحتاجو شي شبيكه بهذا الشكل هذا، اللي باش كنعطيوها كنعطيو للجبن الشكل ديالها. وصافي دابا ان شاء الله غادي ندوزو على بركه الله نتعرفوا على الطريقه. المهم دابا اول حاجه كنقوموا بها هو اننا كنوضعوا داك اللتر ديال الحليب في طنجره اللي كتكون هكا عريضه اللي غادي نشتغلوا فيها فوق النار، نار اللي كتكون متوسطه حتى كيوصل لمرحله الغليان. واكيد كنراقبوه باش ما غاديش يفيض لينا، غير نحسوا انه طلعوا الغليه غادي ندوزوا ان شاء الله باش نكملوا تتمه الطريقه. ودابا البنات كما كتشوفوا هو قرب يوصل لهذيك المرحله الغليان، انا من قبيله وانا واقفه حداه ما بغيتش نغفل عليه، لما كتعرفوا الحليب غير كتدوري عليه وجهك ديري شي حاجه اخرى كيفيض، فانا عارفه هذه القضيه جاري بها العمل كلشي كتوقع ليه. المهم انا واقفه حداه دابا، ها نتوما تقريبا غادي نحسبوا عليه غير واحد 10 ولا 15 ثانيه صافي، غادي ندوزوا ان شاء الله باش نضيفوا باقي المكونات. انا كنظن صافي دابا ها هو راه غلى، ما بغيتش انا نخليه حتى يفيض. غادي ندوز دابا ان شاء الله غادي نضيفوا عليه اللبن، هذاك ربع لتر ديال اللبن، وغادي نضيفوا ليه هذاك الكاس ديال الياغورت، ياغورت لي طبيعي، والملح ديك معلقه الملح، وانتم يمكن لكم تعملوا يعني اكثر ولا اقل. ونضيفوا لهم هذيك المعلقه ديال الخل او عصير الحامض صافي. وغادي نحاول نحركهم، ها انتم كما شفتوا راه مسبقا ها هو بدا كيتكون، ها انتم كيبداو كيحصلوا واحد التكتلات، ها انتم غادي نزيد عليه نحسب غير واحد دقيقه اخرى صافي، وغادي نطفي عليه. غيبان لنا ان دوك القدر ديال التكتلات بدا كيكبر الحجم ديالو، يعني ما بقاوش صغار، وغادي نطفيو عليه نوريكم. ها انتما كما شفتوا ها هو الجبن ديالنا بدا كيتكون مسبقا. دابا كنخليوه حتى هذاك الماء كيولي كيبان لنا انه اللون ديالو ولا صفر، وبدا كيتفرز على هاد الكويرات البيضين ديال اللي كيكون الجبن. دابا هنا البنات كما كتشوفوا بعد ما حيدتهم فوق النار، كما شفتوا هو الماء اللون ديالو كيتغير كيولي اصفر، ما عرفتش كيبان لكم مزيان ولا لا، قربوا لكم ها
هانتوما اللون ديالو كيتغير وهاد التكتلات كلهم كيطلعوا الفوق. دابا ان شاء الله غادي ناخذوا هذيك الصفايه اللي قلت لكم العيون ديالها كيكونوا رقاق جدا، وغادي نبدا نهز هكا ونوضع فيها كما شفتوا، كنسقطرو غير واحد شويه وغادي نبدا هكا نوضع. ودابا هنا كما كتلاحظوا بعد ما حاولت انني نصفيه تماما حتى بقى غير داك المصفر غير بوحدو، ها نتوما ها هو جزيتو بالصفايه وضعتو في هاد الصفايه اللي العيون ديالها رقاقين وخليتو هكا، غادي نغطيو عليه ونخليوه يتسقطر. من الافضل تخليو على الاقل على الاقل واحد 3 الى 4 ساعات، وممكن لكم نتوما الا بغيتو تستعملوه في الصباح من الاحسن تخليوه الى ليله كامله، ومن بعد يعني ملي كتشوفوا انه تسقطر مزيان غادي ندوزو باش غادي نقلبوه في هاد الصفايه هادي باش غادي ياخذ الشكل ديالها. ودابا هنايا البنات بعد ما خليته يتصفى، انا خليته صراحه غير 4 ساعات لانه بغيت نقدمه دابا مع الشاي، لذلك انتم من الافضل اللي بغيتوا تخليوه ليله كامله كيبقى يعني احسن. غادي ندوزو دابا ان شاء الله ناخذوا الطبق ونوضعوا فيه هاد الصفايات او هاد الشبيكات هادو، باش هادي هي اللي غادي ياخذ القياس ديالها كما شفتوا ها هو شحال تاع المطلق. غادي نحاول انني نضغط عليه بالمعلقه باش ياخذ ليا الشكل ديال هاد الشبكه هادي. وصافي هنا كما كتشوفوا بعد ما حاولت انني نعطيه الشكل ديال الشبكه، يمكن لكم نتوما تخليوه هكا يعني تثبت مزيان، انا بغيت ندوز دابا نقدمه يعني بسرعه، فغادي ناخذ هكا واحد الطبق غادي نحاول نقلبو بهاد الشكل هذا. وبالنسبه للاشياء اللي كنحاول انني نرافق بها هذا الجبن هذا، كنعمل دائما كنعمل زيت زيتون، انا عندي هذا زيت زيتون المنسمه سبق لي وريتكم الطريقه ديالها، كنحاول هكا دائما نفرغوها هكا من الفوق، فيها هي اصلا اعشاب منسمه، فيها المذاق ديال الثومه، فيها ورقه سيدنا موسى، قزبر حبوب، المهم فيها بزاف الحويجات. الا بغيتوا ان شاء الله تشوفوا الطريقه ديالها غادي نخلي لكم الرابط. غادي ندوز ناخذ شويه ديال الحبق واحد شويه هكا ما بين يدي، كلكم نتوما تعملوا اي نوع من الاعشاب منسمه، وناخذوا كذلك شويه ديال الزعتر. وبهذا الغزالات كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الجبن اللي حضرنا مع بعضياتنا، كما تبعتوا معايا يعني طريقه سهله وناجحه، ونتمنى ان شاء الله اي وحده تجربوا فيكم، وانا اكيده انه غادي ينال اعجابها، ودائما شي حاجه اللي كنحضروها في بيوتنا كتبقى احسن مليون مره من الاشياء اللي كنشريوها جاهزه، خاصه بالنسبه للناس اللي كيعيشوا في الخارج، يعني ما يمكنش لهم انه يلقاو شي حاجه سميتها الجبن البلدي ديال الدار. فلذلك ان شاء الله جبت لكم طريقتي لتحضيره، يعني فاش كنتشهى انا واسرتي كنصيبو في الدار، والحمد لله يعني كيجي رائع جدا. وهنا كما شفتوا قطعت لكم طريف باش تشوفوا، خاصه يعني ملي كنمزجو مع زيت الزيتون والاعشاب المنسمه وزويتنات حتى هما وكاس الشاي ومع سوء مال البطبوط او خبز الدار، كيجي يعني شي حاجه رائعه وتشكيله اللي كتجي لذيذه. نتمنى ان شاء الله وصفتنا لهذا اليوم تكون نالت اعجابكم، ان شاء الله تجربوه وينجح معاكم، وباش ما كان رجعوا وقولوا لي في التعاليق كيفاش جاكم، ولا عجبكم الفيديو دائما ما تنساوش تعملوا لي لايك، تشاركوا مع اصدقائكم احبابكم اللي زعموا الفائده، تشاركوا في القناه اللي كنتوا اول مره كتشاهدوني، مرحبا بكم غادي تنوروني، وما بقى لي الان الا نقول لكم الى اللقاء يا اغلى اخوات.